الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبِّطهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة، وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبِّنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندًا من ملائكتك ببأسٍ من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، يقول شهيدنا السيد الصدر قدس سره الشريف في إحدى خطب الجمعة إن الاستعمار الغربي ماذا هي وسيلته؟ المال والسلاح. مختصر مفيد، يسيطر على وجه الكرة الأرضية بالمال والسلاح، عنده شيء آخر لا يوجد. نحن ماذا عندنا؟ الله سبحانه وتعالى، جل جلاله. الله سبحانه وتعالى ليس غيره، هو الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. سبحان الله، من هو الأقوى، المال والسلاح الدنيويان أو الله المسيطر على الخلق كله، وبيده ملكوت كل شيء، وبيده مفاتيح السماوات والأرض؟ حتى هم يعلمون بذلك، وليس نحن فقط. قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل جلاله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال جل جلاله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. وكيف لا ينصر الله سبحانه وتعالى من يحبهم ويحبونه؟ بالتأكيد ينصرهم لأجل إقامة دينه، والله تعالى هو المحافظ على الدين من أول البشرية إلى آخرها.